بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا عندنا صباح الخير. الخرسوس انستي. الخرسوس انستي. المسيح قام. بالحقيقه قام. اولا برحب اصحاب النيافه الاحمر الاجلاء. باصحاب النيافه الاحمر الاجلاء نيافه امبا دانيال. سيدني نيافه امبا سوريان ميكور ونيافه امبا دانيال دير الامبا شنوده. كل الاباء الكامله الموطنين من ايبرشيت سيدني وكل توابعها وايبرشيت ميكور وكل توابعها ومن ايبرشيت دير الامبا شنوده في سيدني. انا سعيد ان نتقابل ويا بعض. انا دلوقتي في طريقي دير امبا شوي. خرجت من القاهره حوالي ساعه وفي طريق دير امبا شوي. ونشكر ربنا الجو الجميل عندنا في مصر. وانا سعيد ان اشترك وياكم في هذا المؤتمر عن الكهنوت وعن القديس العظيم القديس يوحنا الذهبي فم صاحب العجائب الذهبية وصاحب الأقوال الذهبية وأيضا صاحب الكتابات الذهبية. زي ما كل الآباء يعرف والعميقة في ذات الوقت كتب عن الكهنوت وكتب عن الدواب وكتب عن الرسائل كثيرة. تأمل في الترنم حياة الإنسان الصادق وكيف يعظم وله كتابات ومترجمات إلى لغات كثيرة. بما أن هذا المؤتمر عن الكهنوت أنا أحب أن أقضي وإياكم دقائق معكم في قيمة هذا الكهنوت العظيم. طبعا في تاريخ خطة إيسيوح حتى ذهبي تم يمكن أهم شيء قصة رسالته وهروبه من الكهنوت مع صديقه باسيليوس اللي قابل الكهنوت وهو هرب منه، لكن نعمة الله كانت وراءه إلى أن صار كاهنا ثم بطريركا عظيما في القسطنطينية. وطبعا قصته مع أمه أنتوكا وكيف أنها ترمدت في سن مبكر جدا وفقدت زوجها ثم ابنتها وصارت حياتها كلها من اجل ابنها يوحنا. وفي ريعان الشباب طلب انه يروح الدير فهي قالت له يا ابني لا ترم. توجه الى الدير واستمع الى كلامها واطاعه وكانت النتيجه بركه الطاعه جعلته فيما بعد من اعظم اباء الكنيسه في التاريخ واقواله حيه ويانا بعد النهارده. الكهنوت النعمه العظيمه التي يعطيها الله لنا. هتكلم اياكم في اربع ملامح رئيسيه. الملمح الاول ان الكهنوت كرامه الهيه. هو كرامه يعطيها الله للانسان ولذلك نرتدي العلم اللي بنلبسها ككرامة وكرمز لهذه النعمة وهذه الكرامة التي يمنحها الله لنفسه من خلال الكهنوت الشرعي والرسمي والمتسلسل في تاريخ الكنيسة. طبعا أي واحد فينا لما يرسم كاهنا بيبقى فيه شباب كتير وفيه رجال كتير، لكن الله يحرك قلب الأسقف وقلب الشعب وقلب الرعية لاختيار فلان لكي يصير كاهن. والله يمنح النعمة ويقدر إنسان ياخدها كوزنة ويستثمرها. ولذلك نعمة الكهنوت عندها كما يمنحها الله هي بداية طريق بداية، لكن أعرف باستمرار عميدة بتيجي على العلم اللي بتلبسها في كل المناسبات وتذكر يد الله التي أقامتك هنا
لكي ما تخدم رعينا الله وتخدم في كرمه المتسع بكل ما أعطاه الله لك من نعمة. هي كرامة. طبعا مش كل الناس تصير كهف. القديس يوحنا ذهبي كان يكلم الكهنوت وكتابه عن الكهنوت لصديقه باسيليوس من أروع الكتابات عن هذا الأمر وعن هذه الكرامة التي أنحى الله بالإنسان. الأمر الثاني أن الكهنوت المسيحي وفي تقليد كنيستنا وبحسب القديس يوحنا الذهبي فصر في كلمة إبوة. إبوة بمعنى إن ممكن واحد فينا يتعلم ويتخرج مهندس، يتخرج طبيب، يتخرج مدرس، محامي، أي مهنة بسنوات معينة في الدراسة، سواء دراسة عامة أو دراسة جامعية، ويحمل لقب هذه الدراسة ويمارسه في الحياة. ولكن النبوة صفة خاصة، ويمكن النبوة هي الكلمة السحرية اللي موجودة في كنيستنا وحفظت الكهنوت المسيحي عبر القرون. كلمة أبونا كلمة عميقة ونفع، والمهم إن الإنسان يحملها كلقب ويحملها كفعل. زي ما حضراتكم أعرفوا إن ممكن الإنسان يحمل اللقب ولكن لا يحمل فعالية اللقب. يعني مثلا لو في مهندس بيشتغل ثم تقاعد، نقول فلان مهندس متقاعد، أو مثلا حاجة في الجيش لواء متقاعد، فهو يحمل اللقب ولكن لا يحمل اللقب. والغريب في كنيستنا سواء في مصر أو في بلاد العالم إن كل الرعية القبطية تبحث عن صفة الأبوة في الكاهن، وإذا لم تجدها تعتبره شخص عادي برغم إنها بتقول له أبونا. لكن الصفة اللي بيحتاجها كل إنسان في الرعاية هي صفة الأبوة. الأب هو الذي يرعى وهو الذي يحب وهو الذي يصون وهو الذي يستر وهو الذي يحمي وهو الذي يرشد وهو الذي يبتسم وهو الذي يتفاعل مع مواقف حياة الإنسان. ولذلك أيها الآباء الأحباء صلي كل يوم أن يعطيك الله هذه الصفة، أنك تكون أب مش لنفسك لكن للرعية اللي ترعى، أن كل واحد في الرعية يشعر فعلا أن أنت أبونا أب. والحقيقة لو جبتوا تدوروا وياي في تاريخ بعض الآباء المعاصرين، مثلا واحد زي أبونا بشوي كامل في الإسكندرية، واحد زي أبونا مخييل إبراهيم في القاهرة، دي مجرد نماذج يعني. ربما اتسمت حياتهم بفضائل كثيرة، ولكن اللي جعل سيرتهم وحياتهم وتأثيرهم وقداستهم هو روح الأبوة المتدفقة فيهم. أنا شخصيا تعاملت كتير مع أبونا بشوي كامل باعتبار اسكندرية يعني، والدراسة بتاعتي كانت في جامعة اسكندرية. هو كان يشوفه زي كل الآباء الكهنة، واسكندرية فيها آباء كهنة مباركين كتير، لكن أكثر ما تلمسه كلمة أبونا تشعر بيها. ولما كان يقول لنا في الجامعة أقول له أبونا صليت، يقول لي بس ربنا معاك. كلمة ربنا معاك كلمة محدودة الحروف، ولكن تشعر إن في قوة تخرج من فمه ومن إبوته وتصل إلى قلبك وانت في موقف الامتحان مثلا او في اي موقف من مواقف الحياه. الابوه
ولذلك أيها الأخ الحبيب وكل الآباء المجتمعين، مش الحكاية إن أنا صرت كاهن في كنيسة وخدت هذه الكرامة الإلهية، ومش الحكاية إن أنا تغير اسمي أو إن الناس تتكلم عليه أو إن تغير شكلي. لكن الأهم من هذا كله أن تطبق قديس يوحنا الذهبي الفن صورة الأبوة كانت واضحة فيه إلى أقصى درجة، حتى في نهاية حياته لما الإمبراطورة أندوكسيا حفت فيه وكانت تقصد طب نفسه إنه في بلاد بعيدة يوم أثناء سفره، والسفر طبعا كان غير مريح زمان في القرن الرابع، كان بيتعرض للموت لأن كان جسمه ضعيف. فبتقول له أنا هنفيك إلى آخر بلاد الإمبراطورية. فبص لها كده بروح التجوة اللطيفة، قال لها أشكرك كثيرا لأنك ستعطيني فرصة أن أرى مدن كثيرة في هذه الإمبراطورية الواسعة. يعني واجه هذا العنف منها وجهه بروح قوة وبروح فرح وبروح أيضا شاكر. الأب ما يكشرش، الأب لا يخرج من فمه تعبير أو كلمة لا طريق. الأب دائما يمنح روح رجاء، روح رجاء لمن يخدمه. الأب تجد في وجهه البشاشة اللي تعطي الأمل وتعطي الفرح. ما تنسوش يا أبهار إن إحنا كآباء ناقلي فرح لكل أحد مع هموم الدنيا ومصاعبها ومتاعبها. وأنا عارف طبعاً إن عندكم في بلاد المهجر بصفة عامة وبعيداً عن الوطن في متاعب كثيرة بتواجه الإنسان وحياته. فبيعتبر كل أب فيكم هو ميناء خلاص، هو ملاك آب. وزي ما بنصلي في روشيه المرضى يا رجاء من ليس له رجاء، معين من ليس له معين، عذاب صغير القلوب، ميناء الذين في العاصر، هي دي صفه الاب الكاهن بروح الابوه الكاهن. المنبح الثالث في الكاهن ان الله يمنحه ولكل واحد يختلف فيه عن الثاني هبات سماوية وزنات. يعني في واحد الله يمنحه موهبة تفسير الكلمة المقدسة ويعيش هو أعماق الإنجيل، أحيانا يسموه فلاح الكتاب المقدس، فلاح الكلمة المقدسة، ويخرج جددا وعتقاء. القديس يوحنا زي ما يفهم كان من النوع ده. واحد تاني الله يعطيه موهبة الصوت الحسن والألفاظ اللحنية الموسيقية الجميلة بحيث يستمع إليها الإنسان فيتعذب. واحد تالت ربنا يديه موهبة الطب وطب النفس ويدخل إلى أعماق النفس البشرية ويرشدها روحيا. واحد رابع ربنا يديه موهبة خاصة عندما يزور البيت يلتقي الأسرة يشعر أهل الأسرة بالمسيح هو الزر. الله يعطي الإنسان، الله يعطي الإنسان وزنات. واحد الله يعطيه موهبة التعمير، تعمير في المكان اللي بيخدم فيه وتعمير أماكن جديدة بروح الحكمة لأي نشاط يكون مطلوب في تدبير شؤون الكنيسة. واحد آخر الله يعطيه موهبة العلاقات الطيبة سواء مع المسؤولين أو مع المختصين، العلاقات الاجتماعية وعلاقات المجاملة. واحد آخر يعطيها الله نعمة خاصة في العلاقات مع كل الكنائس المسيحية اللي موجودة في محيط الخدمة أو محيط الإبرشية.
المهم ان الانسان ينال هذه الموارد وتوجد موارد اخرى كثيره ويحصل فيها نوع من التكامل ما بيننا وما بين بعض. احنا كلنا زي ما بنصلي في تسبيح الباكر ونقول ما احلى ان نجتمع معا ونقول ان احنا نكون كالقيصاره باوتارنا، والاوتار ده هي كل وتر بيتي نغمه، لكن النغمات دي كلها بتجمع وبتدي سيمفونيه جميله بتمجد اسم ربنا. عشان كده لما تقرا وياي في رساله فيليبي في الاصحاح 2 يقول ان كان وعظ الماء للمسيح، ان كانت تسبيحه للمحبه، ان كانت شركه الماء للروح، ان كانت احشاء ورحم. ودي عباره عن خدمه تعليميه وعظ وخدمه ترويحيه اللي هي التسليه للمحبه، والخدمه التعبديه اللي هي شركه الروح زي اجتماعات الصلاه وزي القداسات وزي وقفات التسبيح، وان كانت احشاء ورحمه اللي هي الخدمه الاجتماعيه بكل اشكالها بحسب احتياجات الناس. كلنا بنكمل بعض، والشطاره ان انا مش اكون زي اخويا، اكون مكمل لاخويا. ودي عمل مهم جدا. ازاي ان احنا اعمالنا تكون متكامله معاه. الانسان اللي بيشتغل لوحده بانفراده او بفكره غالبا النجاح لا يحادثه. الانسان لما بيشتغل وسط مجموعه وبيحقق نجاح حتى ده بيحفظه من كبرياء الذات. هبات الله يعطيها للانسان باستمرار. وشطارتك ايها الاب الحبيب انك تستخدم هذه الهبات والوزنات وتتعمق فيها وتنمو فيها. في واحد تتجدد قراءات القديس يوحنا الذهبي الفرد من الاختبارات اللي كانت تقال عنه انه كان يقرا رسائل القديس بولس الرسول وهي 100 اصحاح يقراها كل 40 يوم. كل 40 يوم يقرا ال100 اصحاح دول، ولذلك كان رائع في تفسير هذه الرسائل بالذات، بل ربما يكون افضل القديسين اللي كتبوا تفاسير عمليه وروحيه لرسائل القديس بولس الرسول. الملمح الرابع والاخير ان الكاهن ينبغي ان يكون نقي السريره النقاوه. بنصلي في القداس خطبه جميله ونقول اعطي بهاء للكليروس، بهاء للكليروس. كلمه البهاء دي كلمة مهمة قوي. البهاء لها معنى لطيف ومعنى مزدوج. معنى البهاء معناها النقاوة الداخلية ولا معنى خارجي؟ نقاوة جواك ولمعان خارجك. واللمعان ده اللي احنا بنسميه الاستقامة. زي ما بنصلي كل يوم كده في مزمور التوبه، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدده في اعشاب. النقاوه. والنقاوه دي يا اخواتي الاحباء هي معيار نجاح الانسان ووقوفه امام الله. لما بيقول لنا في سفر الرؤيا في اصحاح 2 كن امينا الى الموت، هو يقصد ان يكون نقيا الى الموت. نقيا في قلبك، في فكرك، في علاقاتك، في مادياتك. نقيا في كل ما تمتد اليه ايديك. نقيا في علاقتك مع اخواتك الكهنه. نقيا في علاقتك مع الاب الاسقف.
نقيا في علاقتك مع الكنيسة، مع تاريخها، مع عقيدتها، مع تراثها، النقاوة الشاملة. وزي ما بيقول لنا الكتاب، إذا كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا. هنا البساطة اللي هي النقاوة، إن كانت عينك نقية جسدك كله بيكون نيرا منور، وإن كانت شريرة جسدك حياتك تكون مصدرة. القديس يوحنا ذهبي القلب كان نقيا في كل تصرفاته. بنراجع اختبارات حياته وإدارته في القسطنطينية، وقبل كان كاهنا في أنطاكيا، وكل ما كتبه كان يبحث عن النقاوة في حياة الإنسان. أنت أيها الكاهن، النقاوة هدفك في كل يوم، نقاوة قلبك ولمعانك. وطبعا مفهوم لنا جميعا إن النقاوة هنا تعني الإنسان الذي في حالة توبة دائمة. ماذا ينتفع لو ربحت العالم كله وخسرت نفسك؟ ماذا ينتفع الإنسان حتى بعدما خلصت للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضة؟ الصورة الجميلة دي صورة مهمة جدا إنها تكون قدامك واضحة. وزي ما بقول لك، الطربة الجميلة تعطي بهاء للديكليروس. الأربع ملامح دول: واحد، الكهنوت كرامة إلهية. اثنين، الكهنوت إبروة روحية. ثلاثة، الكهنوت هبات سماوية أو وزنات سماوية. كلمة هبة يعني عطية من الله دون مقابل. والكهنوت نقاوة سلوكية في حياة الإنسان على الدولة. الحقيقة أنا أهنئكم أنكم اخترتوا القديس يوحنا ذهبي الفم كنموذج رائع للدراسة، وكنموذج أن الإنسان يأخذ من هذا القديس الذي كان معتدلا في كل شيء. بعض القديسين في آرائهم وفي كتاباتهم نلاقي ربما نوع من التشدد، لكن القديس يوحنا ذهبي الفم من الصفات الجميلة بتاعته أن كتاباته كلها فيها اعتدال. ففي مقالاته يقول: أي مصباح بلا نور وأي مسيحي بلا حب. تتكلم بصفة عامة مش عكاهن. وفي مرة تانية يقول: الوجه الذي تقدس بعلامة الصليب لا ينحني للشيطان. وفي مرة تالتة يقول إن علة جميع الخطايا هي عدم معرفتنا للكتاب المقدس. وفي مرة أخرى يقول: الكتاب هو فم المسيح. القديس يوحنا ذهبي الفم نموذج رائع للكاهن الناجح. أتمنى لكم حياة مباركة، وأتمنى أنكم تكملوا مؤتمركم بسلام، وتزدادوا فيه في المحبة، وتزدادوا فيه روحانية الكهنوت، وتخرجوا من هذا المؤتمر بكل واحد موجود في هذا اللقاء يخرج من المؤتمر وهو يقيم تعهدا أمام الله، يجدد عهوده القديمة ويبني عهود جديدة مع مسيحه، ويطلب كده في جماعية الروح وحضوركم معا أن الله يختم على هذا التعهد اللي أنت تقيمه مع مسيحك وتبتدي بيه، وتدخل إلى أعماق كهنوتك لكي ما يكون كهنوت مقبول أمام الله. المسيح يبارك حياتكم ويحفظكم. محبتي للأباء الأصفى الأحباء ولكل الأباء الكهنة الموجودين القمامسة والقصوص. ربنا يبارك حياتكم وخدمتكم.
معشياتكم ويبارك كل ما تمتد إليه أيديكم ويعطيكم دايما ثمر متكاثر وعمل الروح المفرح ودايما نسمع عنكم كل خير ويعطينا الله فرصة في المستقبل إن احنا نيجي نشوفكم ونفرح بعمل الله على أيديكم. لله كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.
شكرا يا ابونا جيمس. اهم حاجه عايزين